السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المطبخ المبسط. وصفة اليوم كيك هائل بمذاق رائع ببيضة واحدة وجد اقتصادي راقي في نفس الوقت. أتمنى أن يعجبكم. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب أو لايك. إذا أعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالجديد دائما. وإذا أحببتم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا جزيلا لكم. أضيف نصف كأس صغير من السكر الخشن، كيس من سكر الفانيلا، وزن 7 أو 8 غرام، القليل من الملح، رشة صغيرة فقط. أخلط هذه المكونات، أضيف نصف كأس صغير من الحليب، وأضيف نصف كأس صغير من الزيت، القياس بنفس الكأس. أضيف 14 غراما من الكاكاو المر، وغربله، أضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر وغربلها أيضا. وأضيف كأس ونصف تقريبا من الدقيق المنخول، سأضيف ربع كأس صغير فقط. على حسب نوعية الدقيق، ممكن تحتاج إلى كأس ونصف أو كأس وربع، كما قلت لكم على حسب نوعية الدقيق. أخذت مول دهنته بالزبدة ورششته بالقليل من الدقيق، وأضفت الخليط، وسأدخله إلى الفرن على درجة حرارة 170 تقريبا لعشرون دقيقة أو حتى يطهى. عندي هنا نصف لتر من الحليب، سأضيف إليه البودينج بمذاق اللوز، كما تلاحظون وزن 37 غراما. يمكنكم إضافة الفلون أو أي بودينج من أي نوع تفضلونه، مثلا الشوكولاتة أو الكراميل أو الفانيلا، على حسب الاختيار.
سأضيف المسحوق إلى الحليب البارد، وأضيف 40 جراما من السكر الخشن، تقريبا 3 ملاعق كبيرة. كما لاحظتم خلطته جيدا، وسأضع القدر فوق النار مع التحريك المستمر حتى أحصل على قوام كثيف. هذا هو قوام البودينج الذي حصلت عليه. وللكريمة سنحتاج أيضا إلى بودرة الشونتي وزن 150 جراما. سأضيف كأس من الحليب البارد، هذا هو الكأس الذي أخذت به القياس. سأخلط الكل بالدراب الكهربائي حتى يتضاعف حجم الكريمة. وهذا هو شكل الكريمة التي حصلنا عليها. أضفت هنا البودينج الذي حصلت عليه بعد أن برد تماما، أضفته إلى الكريمة المخفوقة، وسأضيف تقريبا ملعقة كبيرة من بودرة اللوز، يعطينا قرمشة رائعة لهذه الكريمة. سأعاود خلط الكل مرة أخرى جيدا. هنا قمت بقلب الكيك على الوجه الآخر، وسأسقيه بالقليل من الحليب. والآن سأضيف الكريمة. مذاق القرمشة مع هذه الكريمة رائع جدا. أسوي الجوانب، والآن سأدخل هذه الحلوى إلى المجمد ل3 أو 4 ساعات حتى تتماسك جيدا. وللإشارة، اللوز هنا غير ضروري ويمكنكم الاستغناء عنه، كما يمكنكم استعمال أي فلون تفضلونه أو أي بودينج بأي نكهة تفضلونها. ولصوص الكراميل سنحتاج إلى كأس صغير من السكر الخشن، وضعته في مقلاة فوق النار على نار هادئة جدا حتى لا يحترق. هذا هو شكله، أصبح كراميل. سأضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونصف كأس صغير تقريبا من القشدة الطرية، ويمكنكم تعويضها بالحليب. كما لاحظتم تجمع السكر، لكنه سيذوب مرة أخرى دائما على نار هادئة. بمجرد ما يذوب أطفئ النار وأزيل القدر. والآن أصبح جاهز، سأزيل المقلاة من فوق النار. وهنا أزلت المول، وسأزين الكيك بصوص الكراميل. أضع خطوط عشوائية.
وأضع في الجوانب القليل من اللوز المحمر. يمكنكم استعمال الفول السوداني أو الكاوكاو، والتزيين يبقى على حسب ذوقكم. وهذا هو الشكل النهائي للكيك، لذيذ جدا جدا، أتمنى أن تجربوه. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.